السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين بعد يعني وين السوناطراك ومازال سوناي غاز، يعني مازال هذو يعني وين السوناطراك تمول الاتحادية تسخير لإمكانيات المالية، يعني بدون إمكانيات بشرية ما غادي نديرو والو. نقولو بلي ما غادي نديرو والو، لأن لازم منا تكون حنا نعرفو بلي هذه الأموال تاع سوناطراك دائما وين تنهب من طرف عصابة كرة القدم، ونعرفو وين تروح 100 مليار 100 مليار تروح يقولك هذه فروع في نادي فروع، يعني وحنا ما شلناش هذو الفروع، جابو لنا بريكة ما جابوهاش، يعني الطاسيلي مليها تزيد بزاف صوالح. وين هذه وين منتخب وطني شركة وطنية كي شغل ما درنا والو من لحيدو بخله. هذه هي الناس وين تريد نقول لك. شوف راح نقولها لك واحد المقولة عسكرية عميقة حقيقة، يقول لك إن كان الطريق على ما يرام فاعلم أنك في كمين، فاعلم أنك في كمين، يا الأموال كاينين يا الرجال مكاش. هذه نقولها لكم، هذه المقولة المشهورة، يقول لك إلا شت لامان في طريق، تكون عسكري ولا تكون في مؤسسة ولا تكون وتكون تشوف كلش الشباب وكلش قدامك مليح، عرف بلي راك في كمين خطير. صراتنا حنايا 35 مباراة بصح كي روحنا في الصح خرجونا بريميتور كوب دي مونت، خرجونا ضروك فانيك دالك تلعب مع اوغندا تنزانيا مع النيجر، تقول اه راهي مليحه تسقمنا صايك رانا عاودنا ولينا الفوز 6 انتصارات 6 مات 6 فيكتوار صايك رانا ملاح صايك رانا غايه سي بون صايك رانا نخدمو صايك رانا ملاح زبد تايش حط عليك تايش صحتك. هذه اللي واعره علينا حنايا، لازمنا رجال ماشي اموال، ماهيش اموال، لازم رجال. 2001 كي جا الحاج محمد راوراوا كان في الخزينه 900 مليون، وماجر اشكى بالاتحاديه الجزائريه، ماجر اشكى بالاتحاديه الجزائريه، داز 2 ملايين في ذاك الوقت راحوا تلفوا على البنكة وصار فيها 900 مليون. النهار اللي خرج خلى 1200 مليار بلا الواطا وبلا صوالح بلا اللورو بلا هذا، غير دينار 1200 مليار دينار العملة الجزائرية بلا العملة الأجنبية كيما نقولوا الدولار واللورو والواطا وصوالح، ما نهضروش عليهم. أنا خلعتني 1200 مليار، لو كان شحال قعدوا حسبوا لهم في العام شحال كاين اللي يكملوهم، ربع سنين لا تكمل 1000 ياكلوا مليار في النهار لا تكمل، ما تكملش والله ما تكملش على بالكم. 5 سنين ديروا 2017 18 19 20 21 22، 6 سنين ما تكملش، عندك هذه نزيدوا دخلوا معها 4 ملايين دولار تاع اللي جابوا كوب دافريك، زيدوا دخلوا بها 5 ملايين دولار اللي جابوا بها كاس العرب، زيدوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هادو مي ما طاقوش عليهم موبيليز، ما طاقتش عليهم كاع لي سبونسور ما طاقوش عليهم، جابوا لهم سوناطراك ديريكت، ديروا لهم تيو ماشينا ديريكت تاع حساب تضرب شعلي دخلوا، عطوهم تيو ديريكت، كل واحد عطوه تيو صغير تاع غاز كلش ديريكت اللي يبيعوا نورمال. نعاودوا نولوا كيفاش الغلطه، لو كان يغلط سيكريتير تاع نادي تاع لامسيه ولا تاع نادي اللي راه حكمته السوناطراك، سيكريتير برك يغلط يراسل الفيفا، والله العظيم لا شاهدتم الويلات. لو تتجرأ إدارة نادي واحد، يعني إدارة نادي واحدة فقط من الأندية الجزائرية، وتشتكي للفيفا من شراء شركة واحدة والأسهم 3 أندية بتمويلها المالي في نفس الوقت، أكيد ستفرض عقوبة على هذه الأندية
أما كون هذه الشركة ملكية للأسهم في 3 أندية وفي نفس الوقت ممول رئيسي للاتحادية، ففي هذه الحالة قد تفرض عقوبة صارمة على الفاف تصل لإقصاء المنتخب الوطني والأندية الجزائرية من كل المنافسات التي تشرف عليها الفيفا والفاف. يعني على بالك حنا راه عندنا ناس يراقبوا فينا، صديق العدو يراقب فينا وعلى باله باللي عندنا صونات راه قاضبه النادي فلاني وقاضبه النادي فلاني، قادرين يعني مراسله برك مراسله. انا قال لك انفرتينو رسلنا انفرتينو اوتوماتيك هكا كي يخرج واحد رئيس اتحاديه توصلوا برقيه تهنئه وصاي نورمال. انفرتينو رسلنا انفرتينو فين كرسل لزاتشي شنو دار لزاتشي؟ وصل للفيفا انفرتينو فين كرسل للشاف ديال العماره روحنا كوب ديما ما روحناش انفرتينو رسل هذا يرسل نورمال. من بعد شكاين كاش قال لك بلي موتسيبي راه جاي، موتسيبي بالك وخرو 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 موتسيبي راه جاي. صح موتسيبي راه جاي، ومن بعد موتسيبي راه جاي عندك انت جاي يشوف منشآت ويروح، شا غادي تقول له؟ انت عندك عامين غادي تهضر له مشاريع اللي غادي تهضر عليهم ما يكملوش في عامين، مشاريع اللي غادي كاع تهضر عليهم ما يكملوش، والمشاريع انت اللي هضرت لنا عليهم انت زبزاف انت ماشي متكفل بهم ماشي انت هو. انا نعطيك حاجه قالوا لك بلع فمك ما تبيعش الاوهام سكت. لي سون فورماسيون تاع بلعباس تاع خميس داتهم باش نعطيكم داتهم الوزاره رجعتهم الوزاره عندها صايك سي بون. قالوا له ما تهدرش على الملاعب، ملاعب تاش دخلك انت عندك تنظيم، تنظيم البطوله انت نظم البطوله وتكفل بالمنتخب الوطني تكفل 50%. اذا ما عندكش الامكانيات اللازمه وما عندكش الشخصيه القويه عندك 50%، هذه باش ندخلك مليح في راسك كيما قالوها لك بالله فمك ما تبقاش تهدر. ونتحداه يزيد يهدر يقولكم بلي انا غادي نبني وغادي ندير، نتحداه ونزيد نتحداه لا يزيد يهدر على لي ستاد. ما كان ما دخلوا في لي ستاد هذيك مي كان زاتشي كانوا منا عايشين، كان برناوي وكان كيما برناوي قال لهم في بعض الاحيان تنجم تكذب باش تستمر. برناوي هدرها حنا على بالنا بلي يكذبوا. جا هذا زبزاف زبزاف طريقة العمل تاعك وطريقة المشي تاعك، يعني إلا بغيت تكذب مهنة تاع الكذب غادي ما توصلش. كونك صريح كيما الشاب دين عمارة كان صريح نهار اللي الناس ولاو الكاميرون، في الكاميرون الكاميرون دارونا ودارونا السحر دارونا، ودي قال لكم بركا ما تشكلوا سكتوا. كان على بالو شتا كاين. نهار اللي خرج نهار اللي قال لك قاسما خرج قال لكم يا ودي حنا خسرنا صايك سي بون. من بعد الدولة الوزارة شافوا الشعب باغي يسمع كلمة قاسما اي طول ما تتعاود هيا قالوا لكم صح دروك نديروا لكم دروك نديروا لكم مرزاكم قاسما وايطو، دروك نديروا لكم قاسما غنية تاع قاسما وايطو. هيا مشات قاسما وايطو هيا من بعد خرج هذا زفزاف قال لكم تبقاو على خير يا أهل الخير. هيا 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 مكاش حاجة جديدة، نتوما تبالكم نتوما دائما وين تبالكم باللي تبغوا الخيال تبغوا الاحلام الورديه. قلناها لكم يا ودي هذو الناس هم يكذبوا عليكم. حسب معرفتنا بكره القدم لعبنا في الكارطيات لعبنا في الانديه لعبت من لعبت ما خليتها بلاصه. من بعد نعرف باللي في الكارطيات كون تربح واحد باغي يربح يقولك عاود لي تقول له لا ما نعاودوش النتيجه نعاودو ماتش واحد اخر النتيجه تقعد بلي راني ضربك بثلاثه ولا اربعه. البيتشاك في القرد في القريسات وما تعاودش تقول له صايك ربحتك في القريسات بكري كنا نلعبو قريسات وتقول له ربحتك تربح صايك ابكي ولا طير ولا دبر راسك. تا هي بارتي هي بلاد بلاد. الكاميرون التريكو تاعها يعني كثقيله في الكوب ديموند 7 خطرات كوب ديموند اول منتخب افريقي وصل كارد فينال عكساهم ولا مش عكساهم؟ كانوا يروحوا 3 بيه ولا يروحوا 4 وبالصيني قال ولا يروحوا 5 تأثير سي محمد هاك فاهم؟ هاو مالك باغي نتايا كيما هاكا كاميرون نتايا باغي تدي لها الماتش غير هاك بمشاكرة وبالغايطة وبمخنث بغيت تدي الماتش طيقت كوافير كوافير بالكوافير دروك دارو قال لك لا لهنا خسرونا. شكون خسرك؟ عندك أديل لادمر. إلا عندك أديل لادمر ما تقولش لهنا خسرونا. شكون اللي خسرك؟ إلا عندك أدلة حطهم كشفهم أيا كشف
هيا اكشف، ما تجيش تقول لي لا.